فيلمنا بيبدأ في مدينة زامبوانجا، إحدى المدن الفلبينية، وبيكون في عربية تابعة للشرطة الفلبينية ماشية في الشارع، لكن العربية دي بتتحاصر من جميع الاتجاهات، وبينزل مجموعة مسلحة بيقتلوا في الحراس، والحراس بيحاولوا يقتلوا أفراد العصابة اللي هجموا عليهم، لكن أفراد العصابة بيستمروا في الهجوم وبيفضلوا يضربوا نار عليهم، وبيقتلوا كل الحراس، وبيفتحوا العربية، وبنعرف إن العربية دي فيها قنابل ومواد متفجرة، وبيكون ده اسمه ريس، وواحد من أعضاء العصابة، فبيركب في عربية وبياخدوا المتفجرات وبيمشوا. بعد كده بنعرف ان الولايات المتحدة عاملة اجتماع اخر الاسبوع في الفلبين علشان تناقش مشكلة الارهاب الدولي والعصابات الدولية، وبنروح لواحد اسمه ماكس بيلعب بوكس مع صديقه وبيكون ضابط في الجيش الفلبيني، وبيفضل يتدرب بوكس لحد لما بيجي واحد من جنوده وبيسلمه ورقة، فماكس بيقرا الورقة دي وبيطلب من الحارس اللي معاه انه يجهز الجنود كلها علشان هيتحركوا لدورية كمان نص ساعة. بعدها ماكس بيجتمع بمجموعة من الضباط وبيعرض قدامهم صورة ريس المجرم اللي هجم على الحراس وخد منهم عربيات المتفجرات، وبيكون ده اصلا خبير متفجرات ونفذ عمليات تفجيريه كتير، وبيقول لهم ان ريس سرق المتفجرات علشان ينفذ عمليات ارهابيه، وبيكون معاه واحد اسمه جاك بيساعده في العمليات دي، وجاك بيكون ابن زعيم العصابه اللي ريس شغال فيها، وقال لهم ان في جاسوس موجود في العصابه هو اللي بلغنا بكل المعلومات دي، وبيأمرهم كمان ان هم يستعدوا علشان يهجموا على المقر اللي فيه ريس وجاك. بعدها ماكس بيقابل القائد بتاعه وبيكون اسمه هانك، وبيعرفه بالخطه اللي هينفذوها، وهانك بيطلب منه ان هم يجيبوا ريس وجاك عايشين علشان يوصلوهم لزعيم العصابه، وقال له مش عايز اي خسائر بشريه. بعد كده ماكس بيتحرك بجنوده وبيوصل للمكان اللي فيه جاك وريس، وبيحاصروا المكان وبيقتلوا في الحراس اللي واقفه قدام المبنى، فجاك وريس جريوا بسرعه علشان يهربوا، وفي الوقت ده ماكس وجنوده بيقتلوا في الحراس اللي بره المبنى، وريس ركب العربيه ومشي وساب جاك لوحده، وجاك لقى نفسه محاصر في المبنى مش عارف يخرج، وماكس وجنوده بيقتحموا المبنى وبيدوروا عليه وبيقتلوا الحراس اللي بتقابلهم، وجاك مستخبي ورا العمود وبيضرب نار على ماكس والجنود وبيفضل يضربوا نار على بعض، فماكس بيرمي القنبلة على الحراس وبيفجرهم، فجاك جري وماكس والجنود قتلوا كل الحراس وبدأوا يدوروا على جاك، فماكس شافه ضرب عليه نار وجري وراه، وجاك خرج بره المبنى وخد عربية من مدني علشان يهرب بيها، وفي الوقت ده بيكون في مجموعة أطفال بيصوروا اللي بيحصل، فماكس فضل يضرب عليه نار حاول يوقفه قبل ما يهرب، لكن ماكس رمى قنبلة على جاك فجر العربية بيه ومات، وقائد الجنود زعق له علشان اتصرف من دماغه وقتل جاك وهم أصلا كانوا عايزينه عايش، وفي نفس الوقت ده الأطفال المدنيين اتصابوا من القنبلة اللي اترمت. بعدها كل وسائل الإعلام بدأت تتكلم عن إصابة الأطفال أثناء الهجوم على عصابة دولية، والفيديو انتشر على كل وسائل الإعلام. بعدها هانك بيستدعي ماكس وبيزعق له على اللي هو عمله، وقال له أنت خالفت التعليمات والأوامر وأنا هاخد قرار بإخراجك من الخدمة، فماكس بيتضايق وبيمشي. بعدها والاس بنت هانك بتروح لوالدها وتتكلم معاه، وبنعرف أصلا إن هي من ضمن فريقه، وبتقف تضرب معاه نار وبتكون محترفة في ضرب النار. بعد كده بنروح لريس وبيوصل لمقر العصابة وبيقابل مايك والد جاك، وبيحكي لمايك على اللي حصل ومرضيش يقوله ان هو ساب ابنه وهرب، ومايك بيطلب منه ينتقمه من الضابط اللي قتل ابنه. وبنرجع لوالس وبتقابل مجموعة من القادة اصدقاء والدها، وبتتكلم معاهم عن حرب العصابات اللي موجودة في المدينة، وبتكون هي المسؤولة عن تأمين المؤتمر اللي هيتعمل في المدينة، وبتطمنهم ان هي هتقدر تأمن المؤتمر ومفيش اي حاجة هتحصل فيه. بعدها بتروح تقابل ماكس، وبنعرف ان هما بيحبوا بعض لكن طبعا من غير ما والدها يعرف علشان هو بيكره ماكس، لكن بتطلب منه ان هو يروح يقابل والدها يوم الخميس علشان يتقدم لها. ماكس بصراحة بيكون متردد علشان يعني عارف ان والدها مش بيحبه، فوالس بتتضايق وبتسيبه وبتمشي. بعد كده والس بتروح المكان اللي ماكس بيتدرب فيه، وفي الوقت ده ريس بيوصل قدام المبنى علشان يخطف والس، لكن في واحد اسمه بارنز بيكون صديق والس بيشوف ريس، وفي الوقت ده مجموعة من الحراس بيهجموا على ماكس علشان يخطفوه، لكن ماكس بيضرب فيهم، فالحراس بتحاول تمسكه وتسيطر عليه وبيفضلوا يضربوا فيه وبيمسكوه، ومايك بيخليهم ياخدوه بسرعة وبيمشوا، ومايك بيضرب الحانة بقذيفة بيفجرها. وبنرجع لوالس وبتكون لسه في مكانها بتتدرب وبتكون متعصبة جدا، وفي الوقت ده ماكس بيفوق وبيضرب الحراس وبيقتلهم وبيهرب منهم، وبيرجع عند الحانة بيلاقيها متفجرة فبيكلم والس بسرعة، لكن ريس والحراس بيهجموا عليه، والس بتضرب فيهم، وماكس سمع صوت الضرب فعرف ان هي في خطر، فركب الموتوسيكل بسرعة وجري علشان يلحقها، ووالس لسه بتضرب في الحراس وبتحاول تهرب منهم، لكن ريس مسكها وهددها بالقتل وشمموها مخدر اغمى عليها وخرجوا بيها بسرعة، فماكس وصل لكن ريس ضرب عليه نار، فجري استخبى ورا حيطة وريس ركب العربية وجري بيها ومعاه والس. بعد كده هانك بيعرف ان بنته اتخطفت من العصابة، وبنروح لمايك وبيصور فيديو وبيطلب من هانك ان هو يدفع 5 مليون دولار مقابل ان هو يسيب بنته عايشة، وبيكون مخطوف معاها الضابط بارنز صديقها وبيبعته الفيديو لهانك، وصديقه بيبلغه ان هو توقف من الخدمة لحد لما يرجعوا بنته علشان ما يتصرفش تاني بطريقة خطأ. بعدها بارنز بيكون خايف ومرعوب للعصابة تقتلهم،
بوالاس بتهديه وبتوعده ان هم هيخرجوا من المكان ده سلام. بعد كده هانك بيكون متعصب جدا وقلقان على بنته وبيفضل يضرب نار وبيستدعي ماكس وبيقول له ان العصابه دي هتحاول تخطفك تاني، وقال له انا رجعتك الخدمه، وبيطلب منه ان هو يدور على بنت والاس وينقذها قبل ما العصابه تقتلها، وقال له لازم ترجع لي بنتي باي ثمن. فماكس بيوعده ان هو هينقذ بنت والاس. بعدها ماكس بيروح يحقق مع واحد من افراد العصابه وبيساله على مكان مايك، فقال له معرفش مكانه لكن اعرف حد يوصلك بيه واسمه اهاس. فماكس بيروح يجيب ملف اهاس وبيدور فيه وبيعرف عنه كل حاجه. بعد كده رؤساء العالم بداوا يوصلوا المدينه علشان يحضروا مؤتمر السلام ومحاربه العصابات الدوليه. في الوقت ده مايك وعصابته بيجهزوا المتفجرات والاسلحه بتاعتهم علشان يدمروا المؤتمر، ومايك بيتاكد بنفسه ان ريس صنع القنابل، وريس بيكون جهز قنبله كيميائيه علشان تصيب اكبر عدد من البشر. بعد كده ماكس بيعرف المكان اللي اهاس موجود فيه وبياخد مجموعه من جنوده وبيوصلوا الجزيره اللي اهاس موجود عليها. وفي الوقت ده والاس قدرت تضحك على الحارس وبتهجم عليه وبتضربه هي وبارنز وبياخدوا منه السلاح. وبنرجع لماكس وبيوصل للمكان اللي اهاس موجود فيه وبيحاصر المبنى وبيمسكوا الحراس وبيدخلوا المبنى بيقتلوا في الحراس اللي جوه وبيمسكوا اهاس قبل ما يهرب. وماكس قال له انا عاوز اعرف مكان مايك، ولو قلت لي مكانه انا مش هقبض عليك، فرفض ان هو يقول له. فماكس هدده بالقتل، فبيعرفهم مكان مايك على الخريطه وبيكون قريب منهم جدا. وبنرجع تاني لوالاس وبارنز وبيشوفوا طبق ارسال كبير جدا، فوالاس استغربت من حجم الطبق ده، لكن بارنز خبط العربيه فشغل جهاز الانذار والحراس سمعتهم وضربوا عليهم نار. فوالاس فضلت تضرب عليهم نار وتقتل فيهم، لكن بيجي واحد من الحراس بيمسكهم والحراس بيحاصروهم. فوالاس بتضرب فيهم لكن الحراس بيضربوها وبيمسكوها وبياخدوهم لمايك، ومايك بيقطع راس بارنز بالسيف. بعد كده ماكس وجنوده بيوصلوا للمكان اللي فيه مايك وبيهجموا على الحراس اللي موجوده في الغابه وبيقتلوهم من غير ما حد يحس بيهم، وبيفضلوا يتسللوا في الغابه وبيحاصروا المكان اللي فيه مايك وبيشوفوا والاس وهما ماسكينها. فماكس امر جندي الاشاره ان هو يبلغ القياده ان هم هيقتحموا. وفي الوقت ده مايك منتظر ال5 مليون دولار يتحطوا في حسابه، وبيصور فيديو وبيبعته لهانك وبيقول له فيه قدامك 10 دقايق لو ما حطيتش الفلوس في حسابي انا هقتل بنتك. في الوقت ده ماكس بيكون منتظر الموافقه بالاقتحام لكن الاشاره اتقطعت. فماكس بيتواصل مع الاسطول البحري اللي على الشواطئ وبيتحركوا بطياره حربيه في الاحداثيات اللي ماكس بعتها لهم. وبنرجع تاني لماكس وبيهجم على الحراس اللي مع والاس وبيقتلهم، وبيدخل يفك والاس والجنود بتقتل في الحراس لحد لما ماكس بيخرج بوالاس، وماكس بدا يفك والاس وبيجري بيها، وجنوده بترمي قنبله دخان علشان يتحركوا من مكانهم، والطياره خلاص بتكون قربت توصل لهم، وبيفجروا مجموعه من الحراس وبيفضلوا يضربوا عليهم نار. وماكس بيخلي الضابط مكري يحمي والاس ويامنها وهو بينضم لجنوده وبيفضل يقتل في الحراس. والطياره الحربيه بتوصل الغابه وبترمي على العصابه قنابل وقذائف، وماكس وجنوده بيجروا في الغابه، ومايك وحراسه بيطردوهم في الغابه. فماكس بيامرهم ان هم يهربوا وهو هيشتت الحراس ويبعدهم، فوالاس رفضت تمشي وتسيبه لكن ماكس زعق لها وخلى مكري خدها ومشي، وهو فضل يضرب نار على الحراس ويجري يشتتهم. ومكري بيوصل لوالاس عند القارب ورفض ان هو يرجع مع الجنود ويسيب ماكس، فقرر ان هو يرجع له. وبيرجع تاني لماكس وبيساعده في قتل الحراس وبيفضلوا يقتلوا في الحراس اللي بتهجم عليهم، لكن مكري بيتصف في رجله فماكس بيحاول يعالجه لكنه بيموت، ومايك وحراسه بيحاصروا ماكس وبيمسكوه. بعد كده هانك بيفرح ان بنته رجعت له عايشه. بعدها مسؤول الولايات المتحده الامريكيه بيوصل المدينه علشان يحضر المؤتمر العالمي ضد الارهاب والعصابات الدوليه. وفي الوقت ده ريس بيكون جهز كل القنابل اللي هيستخدمها في تفجير المبنى اللي فيه المؤتمر، وبيحطوا المتفجرات في عربيه صغيره وبيمشوا بيها في الشارع، وبيسيبوا العربيات اللي فيها المتفجرات وبيمشوا، وبتيجي عربيه فيها اجهزه ارسال عن بعد علشان تتحكم وتفجر القنابل عن بعد. بعدها ريس بيرجع لمايك وبيبلغه ان الخطه ماشيه تمام والقنابل محطوطه في مكانها، وبيكون معاهم ماكس وبيفضلوا يعذبوا ويضربوا فيه. بعد كده والاس بتروح تقابل صديق والدها في الجيش المسؤول عن تامين المؤتمر معاها، وبتقول له انا لما كنت مخطوفه شفت طبق ارسال كبير، وقالت له ان الطبق ده بيستخدم في اجهزه التشويش علشان يقدروا يفجروا القنابل بتاعتهم. وبنرجع تاني المايك وبيخلي الحراس يفكوا ماكس وبيهجموا على بعض وبيفضلوا يضربوا في بعض. فالحراس جت تمسك ماكس فمايك رفض وقال لهم انا اللي هقتله بنفسي، فماكس قام هجم عليه وضربه وفضل يضرب فيه، لكن الحراس بتلحقه قبل ما يقتل هانك وبتضربه على دماغه وبيمسكوه، فهانك قام وفضل يضرب فيه. بعد كده والاس بتجهز مجموعه من الجنود علشان تروح تنقذ ماكس، فوالدها حاول يمنعها لكن رفضت وقالت له ان ماكس انقذها علشان كده لازم تروح تنقذه هو كمان. وبيتحركوا بالطيارات وبيوصلوا الغابه، لكن الحراس بيضربوا على الطيارات نار وبيضربوا طياره منهم بقذيفه وبيفجروها. فهانك بيعرف باللي حصل وبيكون خايف على بنته لا تموت، فبيؤمر صديقه ان هما يلغوا العمليه لكنه رفض. فهانك بياخد
بياخد القناصة بتاعته وبيقرر ان هو يروح يساعد بنته بنفسه. وبنرجع تاني الولس وبتنزل مع مجموعة من الجنود في الغابة وبيحاصروا مجموعة حراس وبيقتلوهم وبيسيطروا على الذخيرة والأسلحة بتاعتهم. بعدها بينقسموا الفريقين، كل فريق منهم في اتجاه، وولس بتاخد فريق وبتمشي بيه، وإدوارد بياخد فريق وبيمشي بيه، وإدوارد بيلاقي مجموعة من الحراس فبيبلغ المدفعية بإحداثياتهم وبيضربوا عليهم وبيفجروهم. فالحراس اللي في المعسكر بتخرج بسرعة وبيضربوا نار على إدوارد وجنوده، ومايك بيبعت مع ريس مجموعة حراس علشان يحموا أطباق الإرسال علشان محدش يدمرها. في الوقت ده ماكس بيحاول يفك الحبل اللي مربوط بيه، والحراس بيضربوا نار على الجنود اللي مع إدوارد وولس، فولس بترمي قنابل على مجموعة حراس بتفجرهم، لكن واحد من الجنود بيتصاب وبيموت. وبنرجع لماكس وبيفك الحبل وبيهجم على الحراس اللي موجودين في كوخ وبيضرب فيهم وبيقتلهم، وبيمسك البندقية بيخرج يقتل في الحراس اللي بتقابله، وولس وإدوارد بيحصروا المكان وبيقتلوا في الحراس اللي بتقابلهم، وبيرموا قنبلة على كوخ موجود فيه حراس وبيفجروهم. فواحد من الحراس بيهجم على جندي بيضربه بالنار، فولس بتقتل الحارس وبتجري على الجندي اللي اتصاب لكنه بيموت هو كمان. وبنرجع لماكس وبيهجم على الحراس وبيقتل فيهم، والجنود اللي في الغابة بتستمر في ضرب القذائف على الحراس. وفي الوقت ده هانك بيركب الطيارة علشان ينقذ بنته ويساعدها. بعدها مايك بيروح لريس وبيطلب منه يفجر القنابل بسرعة، وريس قال له ان في مشكلة في القمر الصناعي فتعصب عليه وامره يصلحها بسرعة. بعد كده ماكس بيقتل مجموعة حراس كان هيضربوا القذائف على الجنود. وبنرجع تاني لولس وبتوصل لصحن الارسال وكمان بتوصل لريس فبتبلغ إدوارد بمكانهم، فإدوارد بيبلغ مقر القيادة بإحداثيات صحن الارسال وريس علشان يضربوهم بالقذائف، فبيتواصلوا مع البحرية علشان تبعت طيارة تضرب الطبق الارسال، والطيارة فعلا بتتحرك ناحية الغابة. وفي الوقت ده ريس بيشغل القنبلة لكن بيشوف ولس وهي مراقباه فبيضرب عليها نار، فماكس قتل الحراس اللي مع ريس لكن الرصاص خلص منه فجيري ضرب ريس اغمى عليه، وولس فرحت اول لما شافت ماكس عايش، لكن ريس بيفوق وبتكون فاضل اقل من ثانيتين والقنبلة تنفجر، لكن الطيارات بتوصل وبتضرب طبق الارسال ومعاهم ريس، وبينجحوا ان هم يوقفوا عملية اغتيال الشخصيات المهمة في المؤتمر العالمي. وماكس بيطارد مايك وبيضرب عليه نار وبيفضلوا يطاردوه هو وولس، وبيضربوا نار عليه وبيقتلوا الحارس اللي معاه، فمايك بينزل من العربية وبيضرب عليهم نار وبيجيب الاربيجي علشان يضرب عليهم قذيفة، وهنا بيظهر بطلنا هانك وبيصطادوا بالقناصة وبيقتلوا، وبكده يكونوا قضوا على اكبر عصابة دولية والمؤتمر الدولي بينجح وبيخلص في المنع.